نداء إلى كل العالم بعلمه وعلومه، بكل التقنيات الحديثة ومفاهيم الفلسفة وعلوم المدرسة، بكل الحروف واللغات والأبجديات. أثبتوا لنا نظرية رحيله، أقنعونا أن خطابات العصر لن تتكرر في كل كلمة كان يعلن موعد الخطاب التالي. لماذا أطلت الغياب يا سيدي؟ كل الشاشات سوداء منذ لحظة استشهادك، كل بيانات العزاء والنعي لا تصدق ذكر اسمك. والله 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 طلقنا بعدك الدنيا بالثلاث، ولم نرجو أو نأمل أو نريد غير إعلان النصر من منبرك. اشتقنا لك كثيرا يا أبا هادي، كيف سيكون تراب ثراك هادئا وخطواتك كانت تزلزل الميادين؟ من يضمد جراحنا بعدك؟ من يسقي عطشنا يا ابن العباس؟ من ينصر الحسين في طف القدس؟ ومن يضع يده على أكتافنا في لحظات الانكسار؟ ليتنا فارقنا الدنيا قبل رثائك، قبل قراءة بيان رحيلك. قسما بكل العمليات وبالصولات والجولات وبكل الويلات التي أذقتها للعدو، لن يهدأ لنا بال ولم يغمض لنا جفن إلا وثأرك حاضر يواسينا. وهذا العهد سيبقى دينا في أعناقنا لكل أحرار العالم ولكل قادة محور المقاومة، لكل من نذر روحه لأجل القضية. والخزي كل الخزي، والعار لكل أبناء أكلة الأكباد. فلا شرف ولا عزة ولا ملك ولا جاه ولا رفعة ولا شموخ لمن تخلف عن قافلتك سيدي وصافحت يداه يد الكفر والذل. ستبقى خالدا فينا ما بقي الليل والنهار، وهذا عهد الثوار، ويقينا كله خير. محور حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن واقع المنطقة في ظل تطورات الأحداث وتوسع ساحة الصراع وتغير قواعد الاشتباك. رح نفتح حلقتنا لهذا اليوم بتقرير الزميل شيبان سامي عن أبرز ردود الأفعال العراقية على إثر استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله. لنتابع. العراق يعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على استشهاد سيد المقاومة الإسلامية الشهيد السيد حسن نصر الله، حيث أقامت العتبات المقدسة في كربلاء وعدد من المحافظات مجالس عزاء شهدت حضور ممثلي المرجعية الدينية العليا والجهات الحكومية، ورفعت صور السيد الشهيد مع دعوات إلى الصمود والاستمرار في دعم المقاومة ضد المحتل الصهيوني. بالتأكيد مجالس العزاء هي أقل ما يمكن يقدمه الشعب العراقي، وكانت هناك فتوى للمرجعية ورأي المرجعية أن التضامن مع الشعب اللبناني، نحن نتضامن ليست فقط بالعزاء وبكل شيء، نتضامن مع الشعب اللبناني ومع حزب الله. مجالس العزاء التي أقيمت وتقام في العراق إن كانت تمثل شيء فهي تمثل جزء من واجب الشعب العراقي تجاه الأبطال في لبنان وكذلك في غزة وكذلك في اليمن، وهذا طبعا يعني ضروري أنه ما يقتصر فقط على العراق، وإنما كل حر
في العالم. نعم نعم نصر الله. بعد إعلان خبر استشهاد السيد نصر الله، خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد عند بوابة المنطقة الخضراء بشعارات وهتافات منددة بعملية اغتيال الأمين العام لحزب الله، ومسيرات غاضبة جابت شوارع المدينة وسط تأكيد بأن الجريمة الصهيونية الغادرة لن تزيد المقاومة إلا ثباتا وصمودا في مواجهة الكيان الإسرائيلي. حقيقة هو هذا كله قليل بحق السيد حسن نصر الله. السيد حسن نصر الله بطل مجاهد أرعب إسرائيل لمدة 40 عام، مقاوم، فخر حقيقة، فخر للدول العربية. ومتى نجيب أعتقد الدول العربية مثل السيد حسن نصر الله؟ طبعا أقل شيء نقدمه للشعب اللبناني هي المظاهرات التضامنية والوقوف التضامني اللي وياهم. بجميع الأحوال إحنا والشعب اللبناني شعب واحد، وماكو أي خسارة إذا قدمنا لهم سواء دعم لوجستي أو دعم معنوي أو دعم مالي أو دعم غذائي، فهذا شيء قليل بحقهم. الغطرسة الصهيونية ترافقت بأعوام من الصمت الدولي، واليوم تخلف إبادة جماعية للمدنيين من نساء وأطفال ورجال عزل وسط مطالبات من المجتمع الدولي بتجريم هذا الكيان الغاصب. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقتنا راح يكون مع الباحث الإسلامي الشيخ عقيل الكاظمي، حياك الله سماحة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم، وأعظم الله أجوركم. وأجوركم أعظم إن شاء الله. كما أرحب بالباحث في الشأن السياسي الأستاذ ماجد الشويلي، حياك. حياكم الله. أهلا وسهلا. أبدأ معك سماحة الشيخ، يعني رأينا اليوم ما حصل في تشييع الرمزي لسماحة السيد حسن نصر الله، يعني هل هنالك رسالة أوضح للعالم الإسلامي أن هذا القائد هو قائد لكل المسلمين، قائد بكت عليه الأرض والسماء والإنسان، يعني هل هنالك رسالة أبلغ وأوضح مما رأيناه اليوم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، واسمحوا لي من خلال قناتكم الكريمة أن أوجه السلام إلى روح إمام المجاهدين وسيد المقاومين، روح سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، هذا الذي قارع الكيان الصهيوني وأكثر من 30 عاما في قيادة الحزب، بل حتى منذ شبابه يعني أيام الاجتياح الإسرائيلي. فبالتأكيد اليوم الكل حزين والكل حقيقة أصيب بفاجعة برحيل هذا القائد الكبير الذي تعلمنا أن نسمع ذلك الصوت الذي يوضح لنا الانتصارات ويبين لنا الحقائق. ولا شك أن العدو قبل الصديق كان يستمع لخطابات السيد الراحل رضوان الله تعالى عليه، لما يتمتع بشخصية وكاريزما وصدق وقدسية وهالة عظيمة. فبالتالي ليس غريبا اليوم ما نراه سواء كان في التشييع الرمزي أو في المواساة التي ملأت الأركان العالم والسوشيال ميديا، والحزن الذي خيم في قلوب كل الأحرار في العالم برحيل سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه. أنا اليوم كمواطن مسلم متأثر لفقدان واستشهاد السيد حسن نصر الله، كيف أستطيع توظيف هذا الحزن واستثمار؟ لأن اليوم عندنا قضية أكبر من الحزن، وعندنا قضية أكبر من كل القضايا فيما يتعلق بالعواطف والمشاعر. اليوم هنالك معارك حقيقية بين الكيان الصهيوني وبين المقاومين. أنا اليوم كمسلم كيف أستطيع دعم محور المقاومة؟ أحسنتم. بالتأكيد أنه نحن أبناء مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وتعلمنا في عقائدنا وفي حياتنا أن رحيل الإمام لا يعني موت الإمامة، وغياب القائد لا يعني فقدان القيادة. اليوم الحمد لله السيد الراحل رضوان الله تعالى عليه أدى ما عليه وقارع ذلك الكيان أكثر من 30 عاما ولم يستطيعوا أن ينالوا جزء بسيط منه.
فبالتالي وأكمل المشوار يعني بشكل أفضل وعلى أحسن وجه عندما جاء خلفا لسماحة السيد الشهيد عباس الموسوي رحمه الله. ونحن كلنا ثقة بالله عز وجل وبأبناء هذه المدرسة وبقيادتها أنه من سيخلف سماحة السيد سيكمل المشوار ويرفع راية الجهاد والمقاومة. واليوم الحمد لله ليس فصيل مقاومة، بل اليوم محور المقاومة والعالم كله ينتمي إلى هذه مدرسة المقاومة. أستاذ ماجد، كيف سيستطيع حزب الله من استعادة وضعه بعد استهداف قيادته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحب التعازي لكم ولضيفكم الكريم جناب الدكتور الكاظمي وللمشاهدين والطاقم الذي يعمل في القناة، وقبل ذلك كله أن التعازي لبقية الله الأعظم الإمام المهدي سلام الله عليه، أجل الله، ومراجعنا العظام وكل أحرار العالم الشعب اللبناني العزيز. ودعيني أستلهم كلمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأستهل بها كلامي هذا عندما قال بعد وفاة ابنه إبراهيم سلام الله عليه: إن العين لتدمع وإن القلب ليحترق ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا نصر الله لمحزونون. في الحقيقة بإمكان حزب الله أن يستعيد وضع الداخلي ويرمم ما مني به من ضربة نعترف من أنها كانت موجعة واستثنائية، لأن حزب الله ولد من رحم المعاناة. يكفي أنه تشكل في ظروف معقدة للغاية، هو ولد في ظل الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، وولد في بيئة وطنية مكتظة بالتناقضات، مع ذلك تمكن هذا الحزب العقائدي السياسي الأخلاقي المقاوم من أن يثبت دعامات الحزب الذي تحول حقيقة المعبر الأبرز عن ضمير الأمة الإسلامية جمعاء، ولم يعد حزبا مقتصرا على مقاومة الكيان الصهيوني ليحرر أرض لبنان أو يعبر عن تطلعات الشيعة أو اللبنانيين فحسب، أصبح حزب الأمة وهو في قلب الأمة. هذا الحزب ولود وهو رحم قيادي معطاء بإمكانه أن يرمم مضعى بشكل سريع جدا. يكفي أن قيادته الأولى متمثلة بالشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه استشهد، وسرعان ما حباهم الله عز وجل بقيادة السيد حسن نصر الله، ووفرت يعني قيادة السيد حسن نصر الله زخما معنويا كبيرا جدا وأعطته دفعة. ومنذ تسلم السيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه إلى هذه اللحظة ملئت مسيرته، وحقيقة كانت كلها تتوج بالانتصارات الكبرى. يكفي أنه حقيقة أنا أقول من أن الذي اغتال الشهيد السيد حسن نصر الله هو الولايات المتحدة الأمريكية وليس إسرائيل، هو تمكن من هزيمة إسرائيل بشكل كامل. اليوم دخل الميدان الأمريكان بشكل مباشر. لماذا الأمريكان يعني يقولون مرارا وتكرارا أنهم لا علم لهم بالاعتداء على الضحية؟ يكذبون يعني، ومن أكذب من أمريكا وهي الشيطان الأكبر. واضح جدا أن الخطط، أن الطائرات، أن التقنيات والتكنولوجيا التي استخدمت واستعملت بما فيها هذه القنابل التي ألقيت، هذه اللي هي تزن قرابة بمجموعها قرابة 83 طن، هذه لا يمتلكها إلا الأمريكان، هذا السلاح لا يمتلكه إلا الأمريكان، لأنه كان مصمم على أساس اختراق التحصينات. هل أمريكا تريد الانجرار إلى حرب شاملة؟ لا، أمريكا لا تريد هذه، لأنها تعلم من أنها سوف تكون لها خسارة كبيرة. هذه وجهة نظر السياسية، ودعوني أكملها. هي لا تريد هكذا، لذلك دفعته لاختصار الطريق ظنا منها من أنها بإزاحة السماحة السيد حسن نصر الله سوف يركح حزب الله، سوف تحدث فتنة داخلية في لبنان، وبالتالي يمكن استصدار قرار من مجلس الأمن لتفعيل القرار 1701 وإبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني
ومن ثم تنزل قوات أجنبية ولربما حتى قوات عربية تكفيه مؤونة المواجهة مع حزب الله، لأنه يعلم من أن جيشه جيش متهغئ حاليا لا يمتلك معنويات الإقدام على اجتياح والتوغل في لبنان، هو يعلم جيدا من أن اليوم الجيش الاحتياط وغير ذلك معنوياتهم دمرت بالتمام، وهذا بفضل الله وقيادة السيد حسن نصر الله. لذلك يبحث عن من جهة ما يبحث عن نصر وهمي حتى يرمم الداخل، سواء كان الداخل المدني أو الداخل العسكري. ومن هنا أقول من أن أمريكا لا تريد الحرب الشاملة في المنطقة، تعلم جيدا أن جميع قواعدها في المنطقة وهي ما تشكل أكثر من ثلث الجيش الأمريكي وقدراتها سوف تكون هبة مجانية للصين لكي تتغول عليها أكثر ويتغير طبيعة توازنات الدولية، بل يتغير حتى النظام الدولي. والصين وروسيا أيضا حقيقة تتربص بالولايات المتحدة هذه القضية. عموما ما كان يرمي إليه نتنياهو وترمي إليه الولايات المتحدة الأمريكية ويمنون أنفسهم من أنهم سوف يتمكنون من فت عضد المقاومة وحزب الله على وجه التحديد، هذا لن يتحقق. حزب الله له قدرة ديناميكية عجيبة واستثنائية باعتراف الغرب كله من أنه قادر على ترميم وضعه الداخلي بشكل سريع. ينضم إلينا الآن من إيران أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران الدكتور حسين ريوران. حياك الله دكتور وعظم الله لك الأجر. بداية أسألك عن مدى الدعم الكبير الذي سيتلقاه حزب الله من جبهات المقاومة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني مما لا شك فيه أن ارتحال السيد حسن نصر الله قائد وسيد المقاومة يعني هو ثلمة كبيرة، ولكن يجب أن لا ننسى أن حزب الله له تاريخ من 1982 ولحد الآن 42 سنة استطاع خلالها أن يهزم إسرائيل ويفرض عليها الانسحاب من بيروت وبعدها من صيدا وبعدها من الجنوب وبعدها من الشريط الحدودي. في عام 2000 كان هناك الانسحاب الكامل، وبعد ذلك باعتراف تقرير بينوغراد في تموز 2006 إسرائيل خسرت المعركة. من هنا الصدمات المتوالية التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين هي صحيح قد تحسب بالنقاط للكيان الصهيوني، وأنا أتفق تماما مع الضيف الكريم الذي قال أن هذه ليست إسرائيل. نعم هي أمريكا، الطائرة أمريكية، صاروخ أمريكي، موضوع البصمة الصوتية التي تستعمل مع الصواريخ الأمريكية في اغتيال هذا القائد أو ذاك، كلها تقنيات أمريكية. الإسرائيلي فقط يضغط الزر، ومن هنا حزب الله خلال السنة الماضية هو واجه أمريكا يعني، والصدمات التي تحملها. دكتور، أين الدور الإيراني في الدعم والإسناد؟ اليوم الجميع ينتظر الرد الإيراني على هذه الجريمة، يعني كما تعلم والمتلقي يعلم، يعني الاستهداف لم يكن لسماحة السيد حسن نصر الله بل لقيادات كانت حتى من الجانب الإيراني دكتور. نعم يعني أنا أول أردت أن أقول أن حزب الله تنظيم له تاريخ ويحمل شهادة مليئة بالانتصارات، هذا أولا. الجانب الإيراني يعني إيران كانت هي الداعم والظهير يعني الأساسي لكل محور المقاومة وستبقى كذلك من دون شك. نعم في الحرب هناك كر وفر، هناك جولات، ولكن الخواتيم هي التي تحدد. ألمانيا احتلت، النازية احتلت أوروبا ولكن في النهاية خسرت. اليابان ضربت أمريكا في بيرل هاربر ضربة قاسمة للظهر،
ولكن في النهاية استسلمت أمام أمريكا. من هنا أن نتصور أن تحقيق مكاسب تكتيكية من قبل الكيان الصهيوني في اغتيال هذا القائد الكبير، هل هو يعني هزيمة لحزب الله؟ طبعا لا. هل هو يعني انهيار؟ قطعا لا، قطعا لا. ولكني سألت حضرتك عن طبيعة الرد الإيراني، اليوم الكل يسأل عن طبيعة الرد الإيراني، متى وأين؟ يعني شوفي، أولا الرد الإيراني هو رد عسكري طبيعي على ما قام به الكيان الصهيوني من اغتيال القائد هنية. هذا الرد عسكري، وأنا لست متخصص في الجانب العسكري، أنا متخصص في الجانب السياسي. من هنا التقديرات العسكرية في عملية الرد هي معقدة، ولكن أنا في تصوري أن اغتيال القائد الكبير السيد حسن نصر الله سيعجل بالرد الإيراني في الفترة القريبة. ولكن رغم ذلك أقول أن التقديرات العسكرية هي تختلف عن التقدير السياسي. طيب سماحة الشيخ، لاحظنا الكثير من التناقضات فيما يتعلق بالمسلمين، يعني جهة حزنة وحزن شديد، بالمقابل هنالك من تشمت وتصيد بالماء العكر، حتى أن هنالك تغريدات كتبت لنعي سماحة الشهيد ولكنها حذفت في اليوم التالي. لماذا هذا التناقض؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا موحدين لكلمة الله؟ بالتأكيد اليوم لا يوجد إجماع على شخصية معينة ولا على رأي معين ولا فكر معين. هذا الاختلاف يعني حتى على مستوى الأنبياء رضوان الله عليهم والأئمة عليهم السلام وكل المصلحين في العالم وحركات تحررية، بعضهم من يؤيد هذه الحركات وبعضهم قد لا يؤيد، ربما حتى في الداخل اللبناني الذي يقول أنه سيجلب لنا الحرب والويلات والتشريد والتهجير، ربما وإحنا لاحظناها يعني حتى أيام مقارعة الاحتلال الأمريكي للعراق بعد 2003. فبالتالي لا يوجد إجماع. من وجهة نظر شرعية قبل الإجماع، هل مواجهة الكيان الصهيوني واجب شرعي؟ لا شك أنه يعني هؤلاء اليهود قتلة الأنبياء و الذين عاثوا في الأرض فسادا، واليوم يحتلون أرض إسلامية مقدسة فيها مقدسات المسلمين، المسجد الأقصى، مسرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويختصبون الأراضي والبشر ويقتلون الشباب والنساء والرجال والشيوخ. فبالتالي هم أناس مغتصبون يفعلون أبشع الجرائم. فبالتالي يفترض على المسلمين واجبا أن يدافعوا عن إخوانهم المسلمين وعن أراضيهم. شنو طبيعة الدفاع؟ اليوم عندما تقول يجب أن يدافع، شلون يدافع؟ يقول لك أنا أخذ رشاشتي أو بندقيتي وأروح أدافع؟ لا، اليوم العمل هو مو عمل فردي بقدر ما يكون عمل تنظيمي. وعدوا لهم، الخطاب دعم القرآن يتحدث بصيغة المجموع، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة وتعاونوا على البر والتقوى. لذلك اليوم الحكومات الإسلامية يفترض، المؤسسات الدينية بما فيها المرجعيات الدينية يفترض هي وهي أعرف بمسؤوليتها الشرعية هي التي تنظم أمور المسلمين، وبالتالي تدافع عن المظلومين سواء من المسلمين أو حتى غير المسلمين. حقيقة الجهاد في سبيل الله ضد الكيان واجب لو لا؟ يعني إحنا عندنا الفقهاء يقولون يوجد هنالك جهاد ابتدائي وهناك جهاد دفاعي، وهنا يختلف. لكن يعني أنا لست مرجعا طالب في يعني علم بسيط، لكن أنا أعتقد أنه هذه من وجهة النظر الشرعية، وجهة هل نظري اليوم ما يمارسه الكيان الصهيوني، يعني حضرتك طالب حوزوي، هل يستحق أن نقف مكتوفي الأيدي أو نسكت عن الحق؟ لا، أنا أتحدث رأيي الشخصي وهو غير ملزم الآخرين، بما أعلم أنه سكوت المسلمين وتخاذلهم جعل هذا الكيان يتمادى في جرائمه، وبالتالي ما غزي قوم في دارهم إلا وذلوا. حقيقة نحن اليوم هذه الإرهاصات وهذه الضربات من الكيان، والدول العالم كلها اليوم مع هذا الكيان، الدول الغربية يعني اليوم بمجرد أن حضرت كتبين تغريدة أو منشور بالفيسبوك مباشرة أنه الحساب يقفل.
اليوم السوشيال ميديا والأقمار الصناعية وغيرها كلها بيد الغرب الكافر، فماذا ينتظر المسلمون؟ طيب أستاذ ماجد، يعني حضرتك أكيد شفت ما جرى في سوريا من احتفالات، هذا طبعا ليس جديد، لكن سؤال لحضرتك، كانوا يقولون يعني يحتفلون باستشهاد قاتل السنة كما وصفوا، لو شفنا الحقيقة لوجدنا أنه سماحة السيد كان يدافع عن السنة بكل تأكيد. طيب لماذا هذه الاحتفالات؟ يعني قبل ذلك بودي أن أشير إلى أن سماحة المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني له فتاوى واضحة بوجوب دعم الشعب الفلسطيني، وأن المسلمين لا ينبغي أن يهنأ لهم بال حتى يحرروا هذه الأرض، فتاوى متوالية متتالية واضح جدا. هذا فقط من الجانب الشيعي، لو جانب السني عندهم؟ لا، أولا سماحة السيد السيستاني هو مرجع يعني مو فقط للشيعة يعني، وهذا بإقرار، وفي العالم السني أيضا هناك فتاوى موجودة عند الأسهر وغير الأسهر، هذه واضحة وقديمة وحديثة بوجوب دعم. ثم أنه القضية هي عقائدية، يعني لربما أسمى ولربما أكثر تأكيدا، لكن دائما القضية الفلسطينية تعصب برأس الشيعة. هسه هذا بحث آخر، يعني من اللي يعصبها برأس الشيعة؟ يعصبونه هو دورهم المتقدم، يعني هو دور يعني دور الشيعة المتقدم هو اللي خلاهم يعني في صدارة من يتصدى لتبني القضية الفلسطينية، وخاصة بعد نجاح الثورة الإسلامية المباركة التي أخذت على عاتقها مسألة تحرير فلسطين وثبتت ذلك في الدستور وأيضا في القوانين. اليوم الجمهورية الإسلامية لربما هي الدولة الوحيدة في العالم ما لديها قانون يلزم الحكومات المتعاقبة على ضرورة دعم يعني فلسطين حتى ينال الشعب الفلسطيني نعم كافة حقوقه. أعود إلى نرجع لسوريا والاحتفالات السورية. نعم نعم، بنبأ استشهاد السيد بالحرف الواحد قالوا قاتل السنة، شلون هو استشهد من أجل السنة، من أجل الدفاع عن فلسطين والتي معروف أغلبيتها من أهل السنة؟ أحسنتم هذه ملاحظة، وإن كان جناب الشيخ الدكتور يعني حياكم الله أشار إلى هذا المعنى، لكن دعيني أضيف قضية، هؤلاء نفسهم كانوا قبل يعني أشهر قبل أيام كانوا يقولون من أن السيد حسن نصر الله هو عميل لإسرائيل، يعني ما لم كانوا يقولون، وحزب الله يسمونه حزب اللات وهكذا. فهذه الأقاويل والأباطيل لن تنتهي عند أحد، وكما أشرتم من أن الدليل القطعي أن حزب الله لو كان حزبا براغماتيا نفعيا لما كان ربط مصيره ومصير الشيعة ومصير حتى الجمهورية الإسلامية في المنطقة، ويشكلون واضح اليوم خلينا نتكلم بهاللغة هذه، الشيعة يشكلون أقلية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، ما كان ربط في مصيره في غزة من أجل دعم غزة، لو كان فعلا يفكر بمصلحة طائفية، لو كان عنده عداء للسنة لكان قتل السنة في 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 لبنان قبل أن يقتلهم في 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 سوريا وغير سوريا. على العكس من ذلك، وجدنا أن السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه كان ودودا رحوما، كانت تجمعه وتربطه علاقات وثيقة مع القيادات السنية في لبنان وخارج لبنان. كل ما حصل هو كان لحزب الله دور وإجراء استباقي بوقت فتنة داعش، داعش قتلوا، داعش قتلوا السوريين، قتلوا العراقيين، قتلوا اللبنانيين، وقف. هل تريدون أن تقولون من أن داعش وعصابات داعش هي التي تمثل السنة؟ لا أعتقد من أن سنيا يعني عاقلا لا أقول غير ذلك يرضى من أن يكون داعش هو الوجه. ولكن هذا يعني هذا لو جيت يعني حشى بعض السنة الكرام، هذا صار أكو حواضن انفتحت، أكو بيوت، أكو فواتح أقيمت المجرم المن؟ الزرقاوي ايه؟ ما زالوا حتى الآن البعض، ولا أتحدث عن الكل، يمجد داعش. ايه يمثلون أقلية إذا سمحتم لي، يعني هم لا يمثلون المجتمع السني العزيز، ترى هؤلاء أقلية وأقلام مأجورة، واليوم الجانب الغربي هو الأمريكان والكيان الصهيوني استطاع أن يكون شبكة كبيرة من العملاء باسم السنة وحتى باسم بعض الحركات ربما حتى الشيء. يعني متغرر بيهم سماحتك؟ هسه البعض اللي ما جاء يوقف ويا القضية ولا ينصرها، ما ريدك تمجد شخص لو تحب شخص، بس بنفس الوقت ما ريدك تكون أداة بيد الكيان الصهيوني. في بعضهم أقلام مأجورة، أنا أعتذر من جناب الأستاذ. أستاذ ماجد، أكو تغريدة انكتبت وانشالت بدون ذكر الأسماء، من انشالت بماذا تفسر؟ إيش كانت هي؟
نعي لي سماحة السيد حسن نصر الله؟ طبعا ورا ساعات إن شاء الله. هي مو أي في إحدى الجهات والهيئات الرسمية على ما أتخطر. طبعا السبب أن هناك مشغلين خارجيين حقيقة لبعض الجهات. أنا لا أتهم الجهات كلها ولا أتهم هي نفسها، لكن أيضا هناك سطوة للمشغل الأمريكي، وهناك نقاط ضعف للأسف الشديد هي التي مثلا تسببت بهذا. عندما يربط بس الجهة مرجعية وتشريعية لجماعة السنة ما لها غير تفسير، ما لها غير تفسير. يعني أنت تكتب تغريدة ونقول حياك الله، هذا موقف مشرف ينم عن الكثير من أهل السنة اللي هم على العين وعلى الرأس، من تيجي تمسحها يعني واحد يشوفها مثلا هو يفهمها. هذا لا تتوافق مع الرؤية الأمريكية. سيدتي الكريمة، العالم منقسم اليوم قسمين. نفس نتنياهو طلع بخريطة قسم العالم، يعني اليوم جاي يقولون فريق في الجنة وفريق العراق. وين من خريطة خلاه بمحور الشر كما يريد، يعني بالخريطة السوداء هكذا. ولذلك أنا شو أقول كل الإجراءات، كل التمنيات، كل المحاولات اللي تريد تقول والله العراق ممكن أن يقف على الحياد في هذه معركة المصير، معركة الوجود، هذه باءت بالفشل. هم ينظرون إلى العراق ما دام في حشد، ما دام في مرجعية، ما دام فيه محور مقاومة حقيقي، ما دام فيه نخب يعني تشجب هذا العدوان وحرب الإبادة على غزة. كلها بصراحة ما دام بي شيعة في العراق، لأن هم خبرونا بحروب كثيرة، يعني هذا في الدرجة رأس الحربة في المواجهة الشيعة. ولكن يعني أيضا هناك خط مقاومة سني، شرف اليوم غزة مليئة بفصائل المقاومة السنية، وهكذا اليوم لا يصنف اليمن. نتحدث عن العراق. العراق نعم العراق سيدتي الكريمة كما تعلمون العراق هو معقل الشيعة في العالم كله. نعم. وهذا بالتأكيد، والشيعة اليوم هم رأس الحربة في مواجهة الاستكبار العالمي، بدءا من الجمهورية الإسلامية وانتهاءا ب يعني الأخوة ومواقفهم في اليمن. نعم صحيح، ولكن ليس هذا السبب فقط. السبب اليوم جزء من الشيعة لربما في أحضان لندن، اليوم جزء من الشيعة هناك خط ومنهج بأحضان لندن يبث السموم والفرقة بين المسلمين. أنت تتخلى عن فلسطين فأنت من محوري، تقف مع فلسطين فأنت سنيا أباضيا. محور الشيعة في لندن البعض، والبعض من المسمومين هذول يأخذون فلوس طبعا سامر. سيدتي الكريمة، يعني قنوات فضائية، والله ما أدري، أنا أعرف أنتم هنا تعملون قناة فضائية، إيش قد تكلف القناة الفضائية حتى تفتتح؟ شنو شخص واحدة يقدر يفتتح قناة 24 ساعة؟ أكو شخص طلع على أحد القنوات وجه رسالة لسماحة السيد قبل الاستشهاد، وحقيقة أنا يعني بقيت مثل مصدومة، لأنه كان يرتدي عمامة رسول الله ولكن كان يتحدث بلسان نتنياهو. فضح نفسه هو هذا إسرائيلي. كم من عمة إسرائيلية، بغض النظر عن كون شكلها، مع جل الاحترام للعمة وأنا من الناس اللي أقدر وأقدس، بس لكن كم من عمة هي إسرائيلية، وكم من عمة هي شيعية هي إسرائيلية، وسنية هي كذلك إسرائيلية، وإن كانت صوفية. الكل اليوم الفيصل إما أن تكون مع فلسطين أو ضدها. طيب. دكتور حسين، أريد أسألك بصراحة، هل سنرى ردا جوهريا محوريا من قبل الكل بعملية استباقية؟ يعني هنالك وحدة الساحات من العراق، من لبنان، من إيران، من اليمن، من سوريا، هل سيكون هذا السيناريو قريبا إن شاء الله؟ يعني اولا دعيني استكمل ما تفضل به يعني الضيفان الكريمان. هناك كتاب للسيده كلينتون، هيلاري كلينتون، هو تحت عنوان هارد تشويس او الخيارات الصعبه، وهي تقول انها تحت مسمى يعني السنه قامت بايجاد تنظيمات. اشرف قضيه في العالم اليوم هو فلسطين. يعني في الفقه السياسي هناك دار الإسلام ودار العهد ودار الكفر. فلسطين هي جزء أساسي من دار الإسلام، والفقه السياسي الديني يقول أن احتلال أي جزء من الأرض الإسلامية يستوجب الدفاع عنها فورا بشكل كفائي
وهذا الفرض مفروض على كل أبناء الأمة إلى أن تكون هناك الكفاية في هذا الإطار. إلى جانب حزب الله، نحن الآن نرى في لبنان الجماعة الإسلامية وهم سنة، نرى حماس والجهاد، نرى بعض التنظيمات الأخرى. هذا يعني من يقول يعني أو من لا يشارك في الحرب ضد إسرائيل هو إسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر. لحظة دكتور، حتى أفهم هذه النقطة، من لم يشارك بالسلاح، لو بالكلمة، لو بالموقف، يعني حتى أفهم هذه النقطة بشكل واضح لو سمحت. بكل هذه الأمور، يعني شوفي، أن يكون هناك هو يحارب في سوريا أنه تحت أي عنوان، أنه على أساس أنه سني، وهو يتجاهل بشكل أو بآخر موضوع فلسطين، هذا مشكوك في أمره، مشكوك في أمره على قاعدة أنه يخدم الأجندة الإسرائيلية. أين هم من حاربوا في سوريا والعراق الآن في فلسطين؟ لماذا لا يرفعون السلاح؟ ألم تقوم إسرائيل بقتل أكثر من 40,000 فلسطيني، 20,000 مفقود، أكثر من 100,000 مجروح؟ أليس هؤلاء سنة؟ هل يمكن أن يشككوا في هوية هؤلاء السنية؟ يعني من هنا يجب أن نفرق بين السني الأمريكي الإسرائيلي وبين السني الشريف الذي يتبنى قضايا الأمة ويدافع عنها. هذا أولا. حول السؤال الذي تفضلت به، نعم الآن محور المقاومة بحاجة، يعني هناك وحدة ساحات قائمة، هذه وحدة الساحات يجب أن تترجم على أرض الواقع برد فعل حقيقي ضد الكيان الصهيوني، وهو جاري الآن، ولكن قد يكون المتوقع أكثر من هذا. يعني مثلا اليمن، يعني أفهم من كلام حضرتك جاري الآن يعني الرد راح يكون قريب؟ نعم، الرد الإيراني سيكون قريبا، نعم، ولكن ما أريد أن أقول مثلا إخواننا في اليمن جزاهم الله خيرا، يعني كانوا يوميا يضربون، والآن الكيان الصهيوني قام بقصف وضرب اليمن. العراق، المقاومة الإسلامية في العراق يوميا هي كانت يعني ترد وتحاول أن تزيد الضغط على هذا الكيان في ظل الظرف القائم. الرد الإيراني إن شاء الله سيأتي ويشفي صدور قوم المؤمنين. خلي أحكي لك إياها بصراحة في القريب العاجل إن شاء الله. خلي أحكي لك إياها بصراحة دكتور حسين، دائما ما تتهم إيران أن هنالك تعاون مع الكيان الصهيوني. يعني إيران قدمت الكثير من الشهداء، يعني أرسلت صواريخ ومسيرات وقامت بدك الكيان الصهيوني، قالوا هذه مسرحية مو أكثر. لماذا دائما هذا التأجيج الإعلامي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ يعني أولا هناك عمالة قائمة في المنطقة، وهذه الأطراف التي تعمل لصالح الغرب هي التي تحاول أن يعني تشكك في كل شيء. يعني إيران عندما انتصرت الثورة بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه قبل 46 عاما، تبنت موضوع الأمة ووحدة الأمة وقضايا الأمة وأولوية الأمة أي فلسطين. من هنا إيران تجاوزت المذهبية إلى الأمة، وهؤلاء مأمورون مأجورون من قبل الغرب للتشديد على موضوع الفرقة، على موضوع المذهبية، على مواضيع من هذا النوع. من هنا يجب أن لا ننسى أن هذه الأطراف التي الآن تؤكد على الهوية المذهبية، نعم، عندما كان الشاه موجود هي لم تقل أن إيران شيعية، كانوا يأتون ويقبلون يد الشاه. حتى لماذا طرحوا الموضوع المذهبي؟ لأن هناك مهمة فرضها الغرب. واللطيف في الأمر أن بعض القيادات في المنطقة حتى تقول هذا علانية، أنها قامت بطرح الموضوع المذهبي لأن هناك حاجة أمريكية لذلك. وضحت الفكرة دكتور. إذن سماحة الشيخ،
لماذا صارت إيران العدو الأكبر لبعض العرب وليس الكيان الصهيوني؟ يعني شوفه ويا الكيان الصهيوني يصافح ويبتسم ويعاونه ويرسل له مساعدات ويستخدم أراضي لضرب المسلمين، بينما ويا الجمهورية الإسلامية ها لا والله. يعني بالتأكيد الاستعمار الغربي اللي طالما حذرت منه المرجعيات الدينية والعلماء دق أسفين الفرقة والنعرات العرقية والمذهبية والطائفية مو فقط بين إيران والدول العربية أو بين الدول العربية بل حتى داخل البلد الواحد. لا 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 دعنا من البلد الواحد. نعم. هسه اليوم احنا دا نحكي بعض العرب. نعم. عند إيران عدو أكثر من الكيان. سؤالي إليك ليش وشلون وعلى أي أساس؟ يعني والله هذا السؤال يسأل به العرب أنفسهم. لا يعني. يسأل. نعم. لشخص فقهي. هل المشكلة مالتنا طائفية لأنه إحنا من أتباع جماعة تختلف عن جماعتهم، لو المشكلة سياسية، لو المشكلة عقائدية؟ وين المشكلة؟ أنا ذكرت أن المشكلة سياسية أكثر مما هي عقائدية. وحقيقة ليش ما تكون عقائدية؟ يعني يزيد لعنة الله عليه قتل الإمام الحسين ولحد الآن أكو ناس تبجل وتحترم يزيد. يعني الحديث اليوم عن الدول العربية والجمهورية الإسلامية لا يمكن أنه نقله إلى أو نصوره كصراع بين يزيد والإمام الحسين عليه السلام. لكن هذه الجهة قاعدة تتكلم بالشرف وبالدفاع عن الأرض، وهذه الجهة قاعدة تستخدم أراضيها لضرب العرب المسلمين. يعني يا سماحتك وبالتالي ننتظر من الجمهورية الإسلامية اليوم كما تحدث الأمين العام لحزب الله الراحل السيد الشهيد حسن نصر الله بوحدة ساحات وتنبأ إلى أن يكون الحرب بوحدة ساحات. اليوم اليمن كقوة صغيرة تضرب وسوريا والحشد الشعبي في العراق، فبالتالي نأمل من الجمهورية الإسلامية اليوم اللي يتمثل مو فقط كقوة موجودة داخل الدولة بل هو اليوم الراعي لمحور المقاومة. طيب. أن يثلج قلوب المؤمنين. نعم. وأن يخرس هذه الألسنة التي تقول أن إيران لن ترد، وإنما إيران عندما ردت في المسيرات التي ذكرتها حضرتك بعد قصف إسرائيل للسفارة أو القنصلية الإيرانية في دمشق، وبالتالي إيران كدولة تتعامل وفق النظام الدولي، قانون. طيب. النظام الدولي. طيب أستاذ ماجد، السؤال لحضرتك، هل اليوم نستطيع أن نشبه ما يحدث الآن بين يزيد والإمام الحسين عليه السلام؟ لو هذه المسألة ما نستطيع أن ننقلها من الفقه الشرعي وما حدث في التاريخ إلى هذه الحقيقة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال الكريم أنا أريد أن أضيف إلى ما تفضل به الدكتور حسين. لاحظوا، هم الآن لا يريدون للجمهورية الإسلامية ولا لمحور الإسناد بالمنطقة أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، رغم أن الدين واحد، يعني الرقعة الجغرافية واحدة. ليش صار؟ لا أكمل الفكرة. أي. سيدة الكريمة، المشتركات، التاريخ، الغير، العرق الإثني، بينما لديهم حلف شمال الأطلسي في المادة الخامسة، لديهم أن أي عضو من أعضاء حلف الناتو يتعرض إلى العدوان البقية كلها الشارك يعني بالدفاع عنه. إحنا هذه مشكلة، هذه الإزدواجية في المعايير. يعني لذلك حبيت أشير إلى هذه النقطة حتى. ليش إحنا ما نسوي؟ إحنا كنا قلب على قلب. ليش إحنا هم ما نسوي؟ ليش شفتهم باليمن موقف عربي واحد؟ هم بالضبط المفارقة الآن بدأوا، وزير الخارجية السعودي بدأ يتحدث عن تشكيل تحالف دولي لتطبيق حل الدولتين. زين وين كنت يعني من هذا التحالف الدولي؟ وين جيوشكم وأسلحتكم من نصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد؟ أم أن هناك كما يعني تسرب من أن هناك ثمن مدفوع للقضاء على حماس والقضاء ويعني اغتيال قادة حزب الله، أموال طائلة مدفوعة. عموما، أما اللي تفضلت به السؤال الكريم، طبعا ويقينا يعني كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. اليوم هذا الصراع وهذا التدافع ما بين الحق والباطل هو تدافع أزلي لن ينتهي إلا بانتصار الحق. أشار سماحة الإمام الخامنئي إلى هذه الحقيقة، والبعض راد يفسرها تفسير طائفي. يعني أنا أستغرب من أن هناك من يقول أنا مسلم يريد أن يكون في خانة يزيد. التعبير هو يعني مصطلح الحسين عليه السلام هو محور الحق، ويزيد
تجسد فيه كل معاني. بس والله يا أستاذ ماجد هسه تسمعها، هو مسلم يصوم ويصلي ويقول لك يزيد ها مو الحسين راد السلطة، مو احنا هايدا نسمعها. فلسطين تقول له يا ابو اخوتك المسلمين في فلسطين وفي لبنان جاي يتكتلون، يقول لك ايه من ورائتهم هم شكو يرحون يقارشون بيك. هذه مدرسة شاذة بصراحة، انا ما ادري حسب يعني اطلاع القاصر. نعم. هذه مدرسة شاذة وحديثة اصلا، يعني نعم لربما تكون امتداد للخط الاموي وهم لا يخفون ان مدرستهم اموية، لكن عامة المسلمين لا يجلون ويعظمون الامام الحسين عليه السلام ويعتقدون من انه استشهد في سبيل الله. واليوم ايضا صار تحول بصراحه، واحده من ثمرات طوفان الاقصى ان الناس ان المسلمين بل حتى غير المسلمين التفتوا في التفت جامعات عريقه اليوم يعني طلعوا بالشوارع بالضبط. هاي ثمره دماء الشهداء والتضحيات، وهنا اتجسد خط الامام الحسين حقيقه. الحسين هو الحق والدفاع عن الحق، يزيد هو تجسد فيه كل معاني الشر، هو كل من يريد أن يقف أو مثلاً يبجل. نستطيع أن نقارب بين محور المقاومة، نقول أنه محور الحق، وأن محور الكيان الصهيوني والولايات المتحدة محور يزيد لعنة الله عليه. قطعاً ويقيناً، حتى العدو هو يعترف بهذه الحقيقة. اليوم لاحظوا على مستوى القانون الدولي، محور أمريكا يعني يخرق القانون الدولي ويوفر الغطاء للكيان الغاصب ويقتل الناس ويشردهم ويذبحهم ويحاصر، هذا كل افعاله. بينما المحور الاخر صح، وش مسوي احنا؟ ايش عندنا يعني محور المقاومه؟ والله بس دافع عن شرفنا. هو هذا احسنتم، واحنا شو نسوي؟ احنا هسه نقول يا بغيد نعيش احرار، نريد نعيش بامان، هو هذا الملخص مالته. شكرا جزيلا الباحث في الشأن السياسي الأستاذ ماجد الشويلي، حياك الله. أيضا الباحث الإسلامي الشيخ عقيل الكاظمي، شكرا جزيلا، حياك الله. كل الشكر والتقدير من إيران لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران الدكتور حسين ريوران، حياك الله، شكرا جزيلا. ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الثأر لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله. حصاد انتهى، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.